السلام عليكم متابعي قناة الأستاذ محمد على اليوتيوب، نلتقي في حلقة أو في سلسلة جديدة من حلقات ديداكتيك المواد. في هذه الحلقة إن شاء الله سأبين لكم طريقة إعداد جدادة نمطية دائما في مادة اللغة الفرنسية، مكون الكتابة أو لا ليكريتور. إذن دائما في لونتيت ديال لافيش، إذن كنديرو فيش نيميرو، الرقم ديال لافيش ديالنا نيفو، لأن بالنسبة لهاد لافيش هادي ممكن أننا نطبقوها في المستوى الثالث أو لا في المستوى الثاني ابتدائي، ثم بالي، ثم la semaine، ثم la lettre étudiée، ثم la durée et la science. ثم l'objectif d'apprentissage. بالنسبة l'objectif d'apprentissage ديال l'écriture، إذا l'apprenant doit être capable de reproduire correctement la lettre لأن en respectant les normes. ثم كنديروا الماتيريال ديداكتيك، هنا طابلو لي زاردواز لي كايي اكسيتيرا بور لي ديمارش او بيان لي زيتاب. اذا لا بروميير ايتاب هي كوربيس دو بريزونطاسيون، يعني اننا كنختاروا بعض الكلمات، يعني لي مو كلي باش كنبداو الحصه ديالنا. مثلا هنا في الحرف اللي عندنا قلنا هو ب، اذا بالون كارطابل، و اون فراز نبيل بورت ان كارطابل. بور لي زاكتيفيتي دي بروفيسور، لو بروف مونتر اون ايماج اي بوز لي كيستيون. كي اس les questions situate is les questions qui est-ce qu'est-ce que c'est que voyez-vous sur l'image then rada iman kna kandiro واحد ليماج كنديروها في لو طابلو ديالنا كنحاولوا نطرحوا بعض الاسئله. les activités de l'apprenant هنا les apprenants répondent. Par exemple, je vois un ballon, je vois un cartable, le bureau, et le prof corrige les erreurs. Et dans la deuxième étape, la corpus de présentation. Pour la deuxième étape, découverte la lettre B. Activité du professeur. Le prof lit la phrase clé en mettant l'accent sur la lettre B. Et le prof invite les apprenants au tableau pour lire la phrase et pour mettre en évidence la lettre B. Tenenea l'usted qui écra le jumla ديال intilaq ou الكلمات المفاتيح. ثم يركز على الحرف، ثم يقوم باستدعاء بعض التلاميذ لقراءة الجملة مع يعني التركيز على الحرف. Les apprenants écoutent. Les apprenants passent au tableau pour mettre en relief la lettre avec un cri de couleur. يعني المتعلمين كيحاولوا انهم يكتبوا في السبوره يعني اثناء القراءه ديالهم لهذيك الجمله ولا الكلمات، يعني كياخذوا معهم واحد الطبشوره يعني ملونه، ثم كيحاولوا انهم يكتبوا هذاك الحرف. ابري الاستاذ
ou bien le prof écrit un grand modèle au tableau. هنا الأستاذ كيحاول يكتب واحد نموذج كبير ديال الحرف ديال الحصة في السبورة. هنا كما كتلاحظوا عندنا واحد اثنين ثلاثة، يعني المراحل ديال كتابة الحرف. إذا لو بروف إكري أن غران موديل أو تابلو إي لي زيليف سويف دو بخي لوبيراسيون. إذا هنا التلاميذ كيحاولوا أنهم يتبعوا مع الأستاذ العملية. Après, un grand modèle en l'air. يعني الأستاذ كيحاول يكتب هذا الحرف كذلك في الهواء. Le prof face au tableau et explique l'opération. Trois moments importants. إذا هنا الأستاذ كيحاول أنه كيعطي الدار ديالو للمتعلمين وكيواجه السبورة وكيحاول يكتب في الفضاء يعني بشكل كبير الحرف. يعني مع المراحل ديال الحرف كما قلنا واحد اثنان ثلاثة. لي زيليفون دو ميم افيك لانديكس. اذا المتعلمين كيحاولوا انهم يقلدوا الاستاذ كذلك، يعني كيحاولوا انهم يديروا نفس العملية في الفضاء مع الاستعمال ديال الاسبوع ديالهم. من بعد عندنا اونترينمون سيغ لي زاردواز، يعني المتعلمين كيحاولوا انهم يتدربوا على في الالواح. لو بروف انفيت لي زابرونون ا اكريغ لا ليتر سير لي زاردواز. لي زيليف اكريف سير لي زاردواز اي لو بروف كوريج لي زيرور. La dernière étape هي l'écriture sur le tableau d'écriture. إذا الأستاذ يعني انه كيوجد مسبقا يعني هذا الطابلو ديكريتور وكيكتب فيه الحرف، يعني مع احترام يعني المقاسات ديال الحروف. اذا لو بروف اكسبليك لو جيست اي لي نورم، يعني هنا كيحاول انهم يشرح لهم المقاسات ديال كل حرف ولي زانتيغليني ديالو، يعني شحال عنده الاعلى الاسفل اليمين اليسار الى اخره. دو او تخوا زابرونون باس او تابلو اي اكريف سور لو تابلو ديكريتور. اذا الاستاذ كيحاول انه يستدعي واحد جوج ولا ثلاثه ديال التلاميذ. من الاحسن انه الاختيار يعني يكون على التلاميذ اللي عندهم يعني اللي هما متوسطين في الكتابه. Et enfin, les apprenants écrivent sur les cahiers. Donc, il y a le marahil ديال التقديم درس ديال l'écriture, سواء بالنسبة للمستوى الثاني أو لا المستوى الثالث. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحلقة. أريد تعليقاتكم، لا تبخلوا عنا بالاشتراك ودعم هذه القناة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.